يرغب الكثيرين في الحصول على جسد مثالي وخالي من العيوب والتمتع بمظهر الشباب لفترة طويلة، ولكن تقف السمنة أمامهم حائل أمام تنفيذ هذا الحلم. واليوم هناك ما يقال عنه عملية نحت الجسم لتحقيق أحلام الكثيرين، فما هي هذه التقنية وكيف يتم الحفاظ على النتائج وما هي السلبيات والإيجابيات لهذه العملية؟ معنا الاختصاصية نور قباني اختصاص نحت، أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، منعاد عليكم بصحة وسلامة. منعاد عليك بالخير يا نور. نور، يمكن كثير بهالفترة اللي قاعدين فيها في الجيم في أكل كثير، عم نتسلى بالأكل كلنا، فكلنا زاد وزننا شوي، وفي ناس كثير يمكن الرجيم بصير صعب انت وقاعده بالبيت ما عم تنزلي على الشغل. بنحكي من قبل، هلا الحمد لله شوي تلحلحت الامور، يمكن العالم بتلجأ لاستخدام تكنيك جديد، هو يمكن بآلات بمراكز محدده بيعملوا نحت. هل هذا التكنيك بيعطي نتائج صحيه وصحيحه للجسم؟ واهم شيء خلينا نحكي على الصحيه. تماما. هلا اول شغله، كان في زمان اول التقنيات القديمه اللي هي بالايدي، مساجات الايدي، تمام، اللي بنشتغل عليها بمبدا التنحيف والشد. هلا بعد هالتقنيات الحديثه اللي صارت جديده بالاحدث بجهاز حديث، طبعا مو شرط يكون العمل الاساسي اللي هو بس الجهاز، انما هي الايدي الخبيره اللي بتقدر توصل الفكره الصح للجسم بطريقه مناسبه. ففي تقنيات صارت جديده هلا بالاجهزه، في عنا الجهاز الليبو ليزر اللي هو أشعة ليزرية، طبعا عم نحول خلايا دهنية من خلية بيضاء قديمة لخلية حمراء جديدة، عم تفتت الدهون، تعمل على تفتيتها بطريقة صح، طبعا بنثبت الجهاز بمكان محدد نحن بنريد هدفه باستخدام آلية. طبعا هاي الآلة ما اعتمادي كثير عليها، اعتمادي طبعا على وين أنا بدي ركز مكان الشغل، لانه في تقنيات، في دراسه اول شيء بيكون للجسم وحاله الجسم تماماً، وحاله استيعاب تماماً اذا بينزلوا الدهون ولا لا. تمام. لانه في حالات كثير ممكن انت تجي لعندي مثلا صبيه من فوق الوزن ال100 اللي انه انا بدي نحف، طب انا اول شغله بدي اتبعني شوي نظام غذائي، بدي اتبع الجيم، بدي اتبع شويه مثلا اذا ما في قدره انك تنزلي على الجيم شويه مشي مع التقنيه اللي انا بدي اشتغل فيها بالجهاز. لهيك لازم اول شغله تكون هي عاملة تكنيك صغير بسيط على حالة، بعدين تجي تفضل لعندي لحتى أقدر أني أشتغل عليها. نور، كثير من الصبايا والسيدات ما عندهم يمكن كثير وزن زائد، ولكن في تمركز للدهون بأماكن معينة، خلينا نحكي عن أصعب الأماكن يلي صعب النحت فيها. هلا ما في مكان ما صعب الشغل عليه، فينا نشتغل كان بالذراعين، كان بالبطن، كان بالارداف، كان ببطات الرجلين، بكل مناطق. طبعا هي بس استخدامي لها بتقنيه معينه انا بقدر اني اوصل لها اياها. في منطقه اكثر من منطقه استجابتها بتكون اصعب ولا لا؟ هي طبعاً في ممكن عندي جنود الايدين مع بطات الرجلين، هذول اكثر شيء ممكن شوي يكونوا صعبين باستخدام فيهم. طبعا في طرق ثانيه، فينا ناخذ ابر ميزو، فينا نركز على اماكن معينه فيها انه بالشد شوي. في تقنيات عندنا اياها بالجهاز، طبعا هي الليبو ليزر مع الار اف مع الامواج فوق الصوتيه يلي بتعمل على التنحيف والشد بنفس الوقت، فلهيك ما عاد في شيء صعب يعني. هلا نور، كثير من الناس بيقولوا لا هذا شيء تجاري ما له شيء حقيقي، لا ممكن يعطي يعني رده فعل اول شيء الجسم انه ينحف ولكن دهون بدها ترجع تولد من اول وجديد. في ناس ما استفادت فكمان صار عندها رده فعل. خلينا نحكي عن هي النقطه، يمكن دائما بتسمعيها من الصبايا واللي بيجوا والسيدات اللي بيجوا لعندك انه انا ما استفدت، رفيقتي حكت انه هي عملت جلسات ورجعوا الدهون. تمام. خلينا نحكي عن كل هدول التساؤلات، هي بتفيد 100% وما بترجع الدهون؟ هلا طبعا استفادتها باذن الله مضمونه، بس شو الشيء اللي لازم هي تتبع فيه؟ طبعا اول شغله انا عملت عندي الجلسات، ما لازم بعد منها انه ترجع تاخذ راحتها انه خلص انا مالي عمليه، لانه نحن هون عم نحكي على عمليه النحت بشيء تقني جديد بهو الاليات، ما في عمليه مثلا انه انا شلت هي الدهون خلص كبيتها، لانه بصراحه حتى هلا بعمليات نحن عم ندوبهم للدهون ينفرزوا من تماما، انا عم بشتغل على تدويب الدهون، تفتيتها، طرحها عن طريق العقد اللمفاويه اللي هي اما عن طريق البول او
او العرق او البراز، بحيث الواحد كثر شرب مي كثير. لما انا بدي هون حافظ على هي التقنيه، بدي تشربي للكميه الكبيره للمي، لترين لثلاثه لتر باليوم، اكيد انا ما راح ارجع للدهون اللي كانت قديمه المستعصيه عندي، لانه انا هون حاتبع شيء ثاني، انه انا متى ما كثرت شرب مي ومتى ما التزمت بنظام غذائي معين، انه مثلا في صيام متقطع من بعد الساعه 8 بالليل مثلا، ما بقى في اكل، مع الالتزام بالجلسات. طبعا الجلسات ما في واحد انه مثلا يعمل كورس كامل ونحن نقطع، ممكن انت تعتبريها مثل الجيم، انه انت اجيتي عملتي كورس كامل وحتى ما فيك تقطعي، مثلا كل فتره لازم تضلي محافظه على رتم معين من جسمك، يعني في دفايات بتتمركز بمناطق معينه، انا مثلا ما فيني اني روحها لا برياضه ولا بدايت، ممكن انا استعين فيها بتقنيه صغيره من الجهاز لحتى انا اشتغل عليها وروح هي الدهون. تمام؟ فلهيك لازم المده الزمنيه لازم تقيد فيها، يعني ذكرتيها بس ما ذكرنا قد هي. لا المفروض هلا هي المده الزمنيه تقريبا معنا نص ساعه ل 40 دقيقه ضمن اثناء الجلسه، بس هي بين الجلسات مرتين حتكون بالاسبوع. ممكن كم جلسه ممكن تكون توصل لاي واحد؟ فينا نوصل مثلا من 10 جلسات ل 12 جلسه، وغالبا في اغلب مثلا السيدات عم تحتاج انه 12 جلسه ككورس كامل نتبع فيه. نور، في نقطة كتير مهمة، لما صبية أو سيدة بدها تنحت، هي شو بتخسر؟ بتخسر وزن ولا بتخسر قياس؟ لا، نحن عم نخسر قياسات بكل جلسة تقريبا، عم نخسر من الواحد للاثنين سنتي. نعم. نور، كمان خلينا نحكي عن هي السيدة العوامل يلي هي لازم يعني كمان هي تساهم بانها تساعد هي التقنيه، تساعد الايدين اذا عم يعملوا مساج، لحتى الجسم كمان يتساعد معها. يمكن في كثير من السيدات بيقولوا لك انا جسمي عنيد، يعني هي جمله كثير بنسمعها، ما عاد في استقلاب للجسم، ما عم يحرق. خلينا نحكي عن هي الفكره. هلا شوفي، لما نحن اول شغله عم نتبع هذا التكنيك المعين اللي انا عم بشتغل عليه، عم بختار هدف معين انا بدي اوصل له. مثلا اي وحده فينا بتحلم بجسم مثالي، انه انا بدي انحت هاي المنطقه، انا ما عاد بدي دفايات معينه بجسمي. انا هون ما فوتت على عمل جراحي، انا هون اخذت على جبتها لعندي على المركز، اختصيت بمكان معين مثلا بدفه معين بجسمها، بلشتني انا اشتغل عليه، اتمركز بطبيعه اكلي، اني انا شو المناطق اللي ممكن انا تختار. اذا انا اخترت البطن اكثر شيء ممكن انا عندي اتمركز فيه اكل الشوكولا مثلا والخبز. فانا هاي ببلش انه تكني مثلا اول شيء انه بلشي شوي قطعي، يعني ما فيك كمان تصدمي الوحده اول ما تجي لعندك انه انت فورا لازم تقطعي خبز، نشويات، سكريات مثلا، لانه الجسم كمان بحاجه، في عندي شيء معين لازم انا اشتغل عليه، وبنفس الوقت هي بتساعدني بهي الشيء، يعني انا مثلا هلا اشتغلت لها، تروح هي مثلا تاكل، تجي لعندي تقولي انا ما استفدت، كثير صعب، تمام؟ فنحن لما بستخدم انا واستهدف مكان معين بدي اشتغل عليه، بدي ضل عم باخذ كل جهدي، طبعا انا شو بحب اني بوصل فكره معينه لاي حدا، انه لما تكوني عم تشتغلي بمناطق معينه، تعطي كل افكارك وكل اهدافك بهي المنطقه، وانت عم تشتغلي عليها صح. فهيك لازم هي اول شيء تتبع نظام غذائي معي، تشتغل على حالها صح، تتبع دائما الجلسات بطريقه صح، يعني انا ما لازم مثلا اعمل جلسه واقطع فتره، يعني لازم يكون في تدريجيا الجلسات وتكون ورا بعض، يعني انا اخذ اهم شيء المتابعه واضواء هي تعمل اجواء كمان كثير يعني خلص فاتت لعندي لازم تكون في اريحيه. تمام؟ وعطيها الثقه، يعني انا اول شغله لازم انه اكون واثقه من هي الشغله انه انا حتزبط معي. يعني في مثلا سيدات بتفوت لعندك ماشي الاراده تماما، هي ما تفوت السيدة على عمليات النحت غير ما يكون عندها إرادة إنه أنا عن جد بدي أتخلص من هذا الوزن الزايد. تمام، إذا هي عندها هدف معين إنه أنا بدي أوصل، طبعا بدها توصل له، أكيد بدها توصل له. طيب نور، بالختام نحن حكينا عن إيجابيات عمليات النحت، ولكن هيك سريعا في سلبيات لهذا الموضوع، نصائح أخيرة. هلا ما في ولا سلبيات لإله طبعا، الا انه نحن نكثر شرب مي كثير ونحافظ على النتيجه اللي نحن وصلنا لها، اما كسلبيات ما في سلبيات نهائيا، انما هو تقنيه جديده نحن تحدثنا لها هلا ووصلنا لها بالزمن الحاضر، كم طبعا كل التقنيه كل شيء بهالزمن كلياته تغير، فلهيك ما في اي اثار جانبيه، وطبعا كل شيء بهالوقت هذا صار سهل انه استخدامه، وطالما في ايدي صح عم تشتغل بطريقه صح
ما في شيء. طبعا يعني بالختام بدنا ننبه وننوه على هي الفكره، كثره المراكز التجاريه، كثره الناس يلي يمكن هي بتتدرب نظريا ولكن عمليا لازم تكون اكثر خبره لحتى نامن نسلم حالنا. نور شكرا كثير لك، شرفتينا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، شكرا كثير لكم كمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك.